يبدأ الآن بلمسة جميلة وتمريرة جميلة يرد إليه التحية بنفس الطريقة مارسيلو لكريستيانو رونالدو، تمريرتين جميلتين بالتبادل بين النجمين البرازيلي والبرتغالي وهما خارج ملعب، ولكن في نهاية الأمر اللمحات الفنية، التمريرات الجميلة، أمور طيبة، ولكن الأهم دائما في كرة القدم الأرقام الواقعية الفاعلية النتيجة الأهداف. هذه طويلة من مارسيلو إلى رونالدو، رونالدو الحارس وعرضية وهدف أول، ممتازة الكرة، وهيغوايين هو الذي يسجل الهدف الأول، ورونالدو مرة أخرى يلعب للفريق ولا يلعب لنفسه، يستدعي زملائه للاحتفال. هدف مبكر في الشوط الثاني بعد 40 ثانية من صافرة البداية تقريبا، الفرحة في مدرجات سانتياغو برنابيو، ومرة أخرى رونالدو يقوم بدور الصانع، يقوم بالأسيست، وهيغوايين يسجل سادس هدف لهيغوايين في هذا الموسم في الليغا، وأعتقد هذا الأسيست رقم 4 أو 5 بالنسبة لي كريستيانو رونالدو الذي زاد في آخر مبارتين لاحقا، كان يستطيع أن يلعبها هو لكن هدمها لهيغوايين يسجل أسيست ممتاز. الكرة بدأت طولية أمامية من جانب مارسيلو، ثم اللمسة الرائعة من رونالدو تعادل هدفا، لأن أي شخص، أقول أي شخص وليس أي لاعب، مكان هيغوايين بإمكانه أن يضع هذه الكرة في الملعب. هدف ممتاز، 1 من مارسيلو، 2 من رونالدو وهي التمرير الأهم، 3 من هيغوايين، الإمضاء نهائي في الشباك، هو رونالدو يقول تعالوا تعالوا ورائي تعالوا. الكرة الآن تتقدم، كريستيانو رونالدو أمام مدافع واحد هو تشيكا، هذه المرة يجنح كريستيانو رونالدو ويلعب كرة الوراء، ممتازة الفكرة وتصويبة رائعة 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 جدا من كاكا، هدف ثاني جميل، هدف ثاني رائع، تصويبة ممتازة من كاكا، ثاني هدف هذا الموسم لكاكا في الدوري الإسباني، ودائما الصانع هو كريستيانو رونالدو الذي تغير دوره في آخر مبارتين، بدأ يفضل أن يقدم الكرات، يقدم الأهداف على أطباق من فضة ومن ذهب، يوزع الورود، يوزع الابتسامات لزملائه، وهذا كاكا يحتفل، وهذا كاكا مبتهج مع طبعا زميله أتان الحارس الاحتياطي، وهدف ثاني لريال مدريد في الدقيقة 59 من إمضاء كاكا الذي ضيع. لاحظوا العمل الذي قام به كريستيانو رونالدو، تقدم وتمهل ومرر للوراء لكاكا الذي صوب كرة مقوسة عن أقصى يسار الحارس كاستو، تلامس القائم وتسكن الشباك، هدف على الطريقة البرازيلية، بنانا شوت، كرة مقوسة، كرة ممتازة، هدف ثاني للريال، هدف ثاني للملكي الأبيض، ولا شيء للملكي الأخضر. تعجب مواهب لاعبين، لكن لابد أن يعني ننبه على التصرفات غير المستحبة. هذه خطيرة الكرة لو مرت، خطيرة لو مرت، وبالفعل مرت وسجل هدفا أول خورخي مولينا لمصلحة بيتيس في الدقيقة 69، ينجح في العودة بفريقه للمباراة. قلت خطيرة لو مرت لأن دفاع ريال مدريد كان في لحظات ارتباك، ونجح مولينا في إحراز هدف أسعد جماهيره، وطبعا يعني هذا أول هدف لمولينا في هذا الموسم، والحقيقة أن ظاهرة السفر مع الفريق في الدوري الإسباني أو في الكرة الإسبانية ليست مألوفة كثيرا، لكن بيتيس صعب الدرجة الثانية، ويعني المرتبط بقوة مع جماهيره ترافقه وتأتي معه. هنا طبعا الهجمة بدأها سيرخيو وتابعها سانتا كروز، ثم انتهت عند مولينا الذي أطلقها في الشباك، لأن الكرة بالفعل مرت ووصلت إلى مولينا فأخذها وصوبها بيسرى عن يمين كازيس الذي يطالب بتسلل، يبدو لي لا وجود له لأن سانتا كروز عائد يتسلل ولم يكن. إذا بالفعل بيتيس لم يستسلم، وبيبي ميل مدربه لم يرمي بعلامة استسلام بعد، ولكن هنا هدف ثالث مباشرة، رد فوري من هيغوايين ويعادل رقم كريستيانو رونالدو بالهدف السابع. هيغوايين شهية مفتوحة على التسجيل، مرة أخرى يشترك، مرة أخرى يسجل ويضرب بقوة بعد أقل من دقيقة واحدة من هدف بيتيس، ينجح هيغوايين في إضافة الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 70 من عمر المباراة، نتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد. مرة أخرى يطل هيغوايين ويضرب بقوة، هدفين لهذا اللاعب والأهداف الأربعة في الشوط الثاني من عمر المباراة، الشوط الثاني الأفضل، ولكن كريستيانو رونالدو الأنظار عليه والتساؤلات. يعني هيغوايين سجل 5 أهداف
في آخر مباراتين وفيهما لم يسجل كريستيانو رونالدو. لاحظوا المرور، لاحظوا الدخول، هدف أرجنتيني خالص، والزاوية الضيقة والكرة في الشباك ممتازة من هيغوين. لاحظوا الكرة يمر هيغوين ويضعها أرضية في المرمى ويحرز الهدف الثاني. تمريرة ديماريا وعملية الإنهاء من جانب هيغوين، ونتيجة 3 لريال مدريد مقابل 1 لفريق هذا المدرب الذي ربما سلم الكاس لريال مدريد. ديماريا يتقدم ويعطي كرة مرة أخرى هيغوين، ساقط الكرة في المرمى. هدف رابع رائع، هدف رابع رائع، وهيغوين يضرب بقوة من جديد ويحقق الهاتريك الثاني على التوالي. خلاص بنزيما سيبقى على الخط، هيغوين يبقي بنزيما على الخط، يبقيه في المقعد، يعيده إلى الاحتياط بإثنين هاتريك في مباراتين فقط. في مباراتين هيغوين يسجل 6 أهداف ويتخطى كريستيانو رونالدو الآن ويعادل رقم ميسي. الآن يتساوى هيغوين مع ميسي في صدارة الفيتشيتشي. 3 أهداف في آخر مباراة، و3 أهداف هذه الأمسية، و3 أهداف على الأرجنتين في مبارتين، يعني 9 أهداف في 4 مباريات مع النادي والمنتخب. رائع هيغوين، ودائما يمرر له ديماريا وتشيك كرة من فوق الحارس في المرمى. هدف رابع رائع من إمضاء غونزالو هيغوين دائما، وهيغوين يتساوى مع ميسي في صدارة هدافين الأرجنتين.